بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خاوتي. استنى يطلعوا معنا شوية. نتمنى فقط أن يكون تكون الشبكة مليحة فقط. السلام عليكم. فقط نتمنى أن تكون الشبكة مليحة فقط. مرحبا بكم خاوتي. مرحبا بكم جميعا في هذا اللايف وفي هذا الحساب اللي كما تعلمون جميعا مرحبا بكم. كما قلنا لكم نتمنى فقط الشبكة تكون مليحة. حبينا نبلغكم بهذا الحساب الرسمي. هذا هو الحساب الرسمي، حساب اجيدون شاف ريتريتي. للاسف انهم ما قبلوش لانه الحساب ماهوش كيما الصفحه، ما قبلوش بالعربيه، ما قبلوليش ما نكتبوا بالعربيه المساعد الاول المتقاعد. راني داير اجيدون شاف باش يكون حساب واضح، لأنه كما تعلمون الجزائر فيها مليون صفحة، والله ما كاش اللي راحت صفحته إلا الصفحات تاعي. هذه الصفحة كما قلنا لكم، هذه الصفحة الثانية اللي تم سرقتها اختراقها. مانيش فاهم أنا لماذا غي صفحات لاجودان شاف اللي راهم يدوهم، والله ما على بالي. قلنا لكم في الصفحة أخيرا نعطيو نتكلموا مقدمة حتى يطلعوا معنا خاوتنا شوية، لأنه قلنا لكم الحساب راه الساعة جديد. نتمنى خاوتي أنكم تبارطاجوا لنا اللايف هذا. أنا عمري ما طلبت منكم اللايف لأنه الحساب راه الساعة الحمد لله راه في بدينا كما قلنا لكم بدينا الحساب هذا كان في 5000، راه في ظرف 15 يوم راه في 32000 متابع. وهذا الشيء يطلعوا معنا خاوتنا شوية ونبدأ في اللايف اللي كما قلنا لكم أنه خاوتنا محاربي العشرية السوداء ومرحلة الطوارئ لجميع الفئات، لأنهم كما قلنا لكم اتصلوا بنا وحبينا ندير لكم هذا اللايف بأن نوصل لكم رسالة هامة بإذن الله تعالى. نتمنى خاوتي أنكم تبارطاجوا لنا هذا اللايف في مجموعات متقاعدية ومحاربي العشرية السوداء. معليش نزيدو شوية ونبداو في اللايف رغم انه الشبكة راه شوية ضعيفة، لكن معليش. يطلعوا معنا خاوتنا شوية، بارطاجيو لنا اللايف خاوتي لأنه الفايدة راه للجميع. لأنه قلنا لكم عدة مرات أنه عمكم لاجودان شاف لما يتكلم للجميع، ما عنديش فئة أحسن من فئة، وجميع الفئات نتمنى لهم التسوية بإذن الله، لأنها تهمنا جميعا، ما كاش فئة أحسن من فئة. بارطاجوا لنا اللايف، ربي يقدركم ان شاء الله خاوتي بالمجموعات. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا لكم خاوتي راه الشبكه شويه، راه نحاولوا نختصروا الحديث باش توصل المعلومه لخاوتنا. على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في ظل بناء الجمهورية الجديدة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. خوتي الرجال محاربي العشرية السوداء لمرحلة الطوارئ 92-2011، حبينا نديرو لكم لأنه اتصلوا بنا خاوتنا محاربي العشرية السوداء وقال لك يلا جودان ممكن، حبينا نبينو لكم لأنه كاين الناس حبت تستغل هذه الفترة، لأنه كما قلنا لكم خاوتي كاين بعض الناس حبوا يستغلوا هذه الفترة اللي تمر بها الجزائر الحبيبة، فترة مصيرية، فترة هامة جدا، وحبوا يزرعوا الشك في نفوس محاربي العشرية السوداء. جاو سألوني خاوتي وراني داير لكم لايف باه نبين لكم الأمور كما راه كاينة. كما جاوني جماعة قال لك يلا جودان أعطينا التالية فيها ولا ما فيهاش. دوكا نفهم خاوتي وانتم حكموا روحكم. لهذا خاوتي محاربي العشرية السوداء ومرحلة الطوارئ، السيد رئيس الجمهورية كيوعدنا، السيد رئيس الجمهورية ما كان السلطة فوق السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية هو السلطة الأولى في الدولة. قلنا لكم السيد رئيس الجمهورية السلطة الأولى، ما كانش سلطة فوق سلطة رئيس الجمهورية، ما كانش سلطة فوق سلطة بالنسبة للمؤسسة فوق منصب وزير الدفاع الوطني، وما كانش سلطة فوق القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيد رئيس الجمهورية وعد الفئة، وعدنا شخصيا أنه تسوية الملف راه عندي، قال لكم اصبروا الملف عندي راه يمشي. وضحنا لكم خاوتي عدة مرات أنه الملف ربما كان في نظر السيد رئيس كما قلنا لكم، للأسف خاوتي راه شوية الريزو. سيد رئيس الجمهورية ربما في النظر تاع السيد رئيس الجمهورية أنه كانت الحقوق اللي وعدنا بها اجتماعية، ممكن في نظر السيد رئيس الجمهورية أنها تكون اجتماعية، سكنات، أمور اجتماعية. قلنا لكم السيد رئيس الجمهورية لما خاطبنا مباشرة، خاطب جميع الفئات، أنه كاين هناك لجان على مستوى الوزارة الوصية، ما كلف حتى واحد، ما أعطى الأمر لحتى واحد، ما قلناش ديروا نواب أو ديروا ناس مثلكم. السيد رئيس الجمهورية قال أنه الملف تم، لأنه الملف اللي تكفلت به لجان خاصة على مستوى الوزارة، ما كان حتى واحد يقول لك أنا نجيب لك حقك، أو أنا قلنا لكم عدة مرات. دراسة الملف ظهرت أنه التسوية قلنا لكم من 92-2011 وتشمل جميع الفئات، بها تكون تسوية حقيقية. هذه هي التقارير التي رفعت في الأول، التقارير اللي رفعت للسيد رئيس الجمهورية هكذا كذا كذا، والفئات وتسمية الفئات. السيد رئيس الجمهورية قلنا اصبروا، عاودها لنا وهو رئيس الجمهورية، كان وعد انتخابي ثم رجعت وهو رئيس الجمهورية، قال لنا المرة الثانية اصبروا. هذا نبين لكم خاوتي با ما كاش اللي يلعب لكم المورال، قلنا اصبروا على الملف تاعنا راه يدرس وراح ندوا حقنا بإذن الله تعالى للجميع. قلنا لكم هذه المرحلة راه تمر بها الجزائر وهي الانتخابات الرئاسية، راه كل شيء متوقف. شيء منطقي انه ما تكونش معلومات، ما كاش معلومات صادره، ما كاش معلومات متداوله. الجزائر كامل راه واقفه على الانتخابات الرئاسيه، راه كلشي متوقف خاوتي. هذو هما اللي بعض الناس حبوا يلعبوا لكم المورال، قال لك ما كان والو ما كان والو ما كان. قلنا لكم في شهر جوي كانت هناك قرارات امضيت من السيد رئيس الجمهوريه، عاودنا قلنا لكم في المره الثانيه ربما في شهر اوت باذن الله تعالى ربما يكون جديد، لأن قرارات السيد رئيس الجمهورية اللي أمضاها من قبل سارية المفعول. وقلنا لكم أن السيد رئيس الجمهورية رئيس مترشح، لما يكون رئيس والله للأسف خاوتي قال له هي من بكري الريزوم ليه وزاد السينيال معليش. قلنا لكم أن السيد رئيس الجمهورية مدام رئيس مترشح تبقى سارية المفعول، قراراته سارية المفعول، يبقى الملف يمشي. السيد رئيس الجمهورية لما يتخذ قرارات
ترسل الى الوزاره الوصية، الوزاره الوصية وزاره سياديه تبقى تمشي وتبقى العمل تاعها يمشي. قلنا لكم اصبروا خوتي، نعم ذي المرحله راه كانت سكوت شويه، الناس راه قام على الانتخابات الرئاسيه، منذ اعلان الانتخابات الرئاسيه الجزائر متوقفه، ماشي غير فئتنا احنا محاربي العسريه السوداء، جميع الفئات الشعب الجزائري اللي هو عندهم الرئيس واللي هم يستناو بالتسويه اللي عندهم كذا، راه كل شيء مؤجل الى ما بعد الانتخاب. لهذا خاوتي قلنا لكم ما كاش يلعب لكم المورال، قلنا لكم ان قرارات السيد رئيس الجمهوريه السياديه تبقى ساريه المفعول. رانا دائما قلنا لكم انه الملف يهمنا جميعا، لانه جاونا ناس وفهمناهم الحمد لله، اقسم بالله اقتنعوا حتى بالكلام تاعنا. الملف راه يهمنا جميعا، الملف راه يهمنا جميعا، جميع الفئات، سواء متقاعدي معطوبي وزرع الجيش، خاوتنا مشطوبي الجيش، جنود الاحتياط لمرحله الطوارئ، الباتريوت، رجال الدفاع الذاتي، جميع الفئات، الشرطه اللي كيما قلت لك مشطوبين بسبب كيما نقول لك العمل او كذا في مرحله الطوارئ، هذو الفئات كامل ان شاء الله بربي راح يكون عندهم التسويه. احنا نصبروا في الشهر الجاي ان شاء الله، شهر اوت ربما يكون جديد، ربما يكون قبل نهايه السنه باذن الله، راح تكون من بعد الانتخابات الرئاسيه، ربما تكون في برنامج السيد. للاسف خاوتي دائما هذا حساب جديد وراه السينيال داير حاله، معليش قلنا لكم خاوتي صبروا، هذا فيديو الا بنبين لخاوتي اننا كما يقول لك ماناش من الناس اللي نقولوا الكلام ونهربوا، رانا متاكدين من الكلام، وقلنا لكم انه الملف باذن الله تعالى راهي يهمنا جميعا كمتقاعدين كجميع الفئات، التسويه للجميع. تسويه الملفات الخالص كما يقول لك راه ساريه المفعول، كاين امور راه تمشي الحمد لله، كاين ناس راه تستفاد. هذوك الناس اللي راه يهفك ويقول لك انا وتريقلت وذيك، والله غير الا في اطار التسويه اللي ينتظر فيها الجميع. هذه الرساله اللي حبيت الله غالب خاوتي قلت لكم والله راه السينيال ما راه تقطع ما مش عارف، هذه اللي حبينا قلنا لكم اننا في الملف تكلمنا عليه في الاول وما زلنا مع الملف وما زلنا عندنا ثقه في السيد رئيس الجمهوريه انه يسوي جميع الملفات باذن الله تعالى كما وعدنا بها، لانه كان اللي يخرج لك من بعد يقول لك اودي كما راه نشوفوا بعض الفيديوهات يقول له السيد رئيس الجمهوريه انت وعدتني ما وعدكش وحدك، وعد السيد رئيس الجمهوريه كان على مستوى جميع الفئات، كان على جميع الفئات وكان امام الشعب الجزائري. لهذا خاوتي انا درنا لكم هذا الفيديو لانه الله غالب حساب قلنا لكم راه الساعة جديد باذن الله، الناس راه ماش بيوصل لها الحساب تاعنا، حبينا نبينوا لكم باللي مالاش من الناس اللي يقولوا كلمه، لا نقولوا كلمه ثايقين بها والحمد لله، هو كيما يقول لك الانسان الايام فقط هي اللي تبين كل شيء، مالاش راه نتكلموا على امور اخرى او كذلك او كما راه تدعي الناس، لا احنا رانا نوصلوا في خاوتنا لبر الامان وندعو حقوقنا ان شاء الله وباذن الله تعالى بطرق حضاريه وباسلوب حضاري وفي قرار السيد رئيس الجمهوريه، يعني نستناو الا في قرار السيد رئيس الجمهوريه. لهذا خاوتي والله العظيم ما رانا شي كيما يقول لك الحمد لله، والله غير الحمد لله كما انا شايفين الناس دايره فينا ثقه وتسمع لنا وتتصل بينا وكذا، والله ما نتكلموا كما قال لك انا نستنى حقي من الجميع، لكن حبينا نشوفوا لان شفنا هذه الايامات الناس تدخل هذا الظرف هذا تاع الانتخابات الرئاسيه، شيء منطقي خاوتي انه كل شيء يكون متوقف، لكن قرارات السيد رئيس الجمهوريه تبقى ساريه المفعول. والله للاسف والله غير السينيال كبير رغم انه حساب جديد ثاني، وما كما قلنا لكم خاوتي التسويه كاينه باذن الله تعالى الحمد لله، راني نهضر بوجهي ويهضر معكم اجودان شاف متقاعد، التسويه كاينه باذن الله تعالى ولجميع الفئات في الوقت اللي حدو السيد رئيس الجمهوريه، ما تخلوش الناس تلعب لكم المورال، يستغلوا الظرف، الانتخابات الرئاسيه ما معمول بها من قبل،
دوكا يخرجوا لكم ناس وكذا ويستغلوا وما كان والو ما فيراوش وما دارش. لا لازم تقول عندنا ثقه في السيد رئيس الجمهوريه وفي قرار السيد، لانه كما قلنا لكم ان السيد رئيس الجمهوريه هو اللي وعدنا بها، ما وعد حتى واحد، وعد الجميع. وحنا الحمد لله قلنا لكم كمحاربين من العشريه السوداء عندنا ثقه في الدوله تاعنا وفي الرئيس تاعنا، ما درنا لا ممثل ما ممثل ما حتى واحد يمثلكم، والله حتى واحد يمثلنا. والملف باذن الله تعالى والله يشمل الجميع، جميع الفئات. هذه مركوها لي، راك راني نهضر بوجهي، ياك راني نهضر بوجهي، وقلت لكم رانا معني مثلكم، رانا كامل معنيين بهذا الملف. حنا الحمد لله نقولوها بكل صراحه متقاعدي الجيش، ممكن الحمد لله كاين بعض الملفات راه تعالج الحمد لله، لكن كامل رانا نستناو في التسويه اللي وعدنا بها السيد رئيس الجمهوري. الله غالب خاوتي، راه الرئيس اما راكم تشوفوا خاوتي ولا غير السينيال كبير، ياك الصبحه وديتوها دوك جاي ثاني في الحساب تاعي تسينيالو فيا. وك عارفين الناس اللي سينياليك ولا يهاجمك الا راه متاكد باللي عندك لاق سينيالي ولا تقعد. قلنا لكم راه ناس واعيه، ناس ما شاء الله، ناس يتالي فينا راه في عمر 45 سنه، راه يميز بين بين الصح وبين المصح. لكن الا هذا زياده في التوعيه، زياده في نزرعوا الاطمئنان عندكم ونزيدوا نبينوا لكم باللي انه التسويه قادمه باذن الله تعالى وبفضل الله تعالى ووعد السيد رئيس الجمهوريه. والله ما يهفنا واحد والله يهفكم واحد. لو كان ما وعدنا السيد رئيس الجمهوريه والله ما كاينه التسويه، لكن السيد رئيس الجمهوريه وعدنا وقال لك راه كاينه لجان مكلفه هي اللي تدرس الملفات. معليش الملفات احنا المهم، والله للاسف خاوتي ولا غير السينيال كبير، معليش هذه كانت لايف خفيف، راح يكون لنا لقاءات وكيما نقول لك لايفات مستقبلا باذن الله، وراح نوضحوا الامور وراح نجيب لكم الا الاخبار المفرحه. ديروا الثقه في السيد رئيس الجمهوريه، ادعموا السيد رئيس الجمهوريه لانه مدعوم من طرف الشعب. والله السيد رئيس الجمهوريه في هذه المرحله انه الشعب هو اللي يدعم السيد رئيس الجمهوريه، حنا راح نكونوا من الشعب. ندعم السيد رئيس الجمهورية في البرنامج تاعو في مواصلة